الحقيقة من امبارح في موضوع شغل ناس كتير جدا، وانتشر كلام عن نشاط الزلازل في منطقة البحر المتوسط. تناولت بعض وسائل الإعلام وكذلك بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار عن احتمالية حدوث تسونامي في البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة. كلام ده رد عليه الدكتور طه توفيق رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وقال إنه لم ترصد المحطات أي نشاط غير نمطي للزلازل خلال الفترة الحالية، مهيبا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها. مزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف دكتور طه توفيق رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. دكتور صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح النور عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا دكتور، يعني دلوقتي لما بيحصل انحسار للبحر أو لما بيحصل أي حاجة على السوشيال ميديا اللي يصور وينزل فيديوهات وتتداول بقى الشائعات بدون أي مصدر رسمي أو موثوق للمعلومة، فرسالة حضرتك رئيس للمعهد القومي للبحوث الفلكية بتقول لنا ايه النهاردة؟ انا بقول لحضراتكم ان دايما ان بنصح السادة المواطنين ان هم لا ينساقوا وراء الشائعات. احنا بتكلفات من القيادة السياسية وتحت رعاية معالي الوزير الدكتور ايمن عاشور، احنا دايما عندنا خدمة 24 ساعة رصد مستمر للزلازل او المخاطر الطبيعيه الموجوده عندنا شبكه كامله متواجده لرصد الزلازل، وكمان عندنا شبكه اخرى لرصد الاحساس بالزلازل. بالفعل. أيوه. فمن الوضع الطبيعي ان لو في اي مخاطر، لان احنا جهه قوميه على طول بنبلغ غرفه العمليات في مجلس الوزراء وبنبلغ الساده المسؤولين ان هم ياخدوا الحيطه والحذر ان في زلزال قد يكون متسبب لحدوث اي موجات مد بحري لها هي تسونامي. الموجات المد البحريه دي بتنشا لما يكون عندي زلزال يتجاوز السبعه قوته 7 ريختر، يتجاوز. نقدر نقول بقى عندنا اجهزه بنعمل سيميوليشن، بنقول الموجات دي فين وهتضرب فين كمان، يعني بنبقى عارفينه وعارفين ان هي هتخش فين وهتأثر على اي مناطق. فكل اللي حصل ده عبارة عن انسياق ورا شائعات ورا منجم هولندي ليس اكتر، دايما هو عامل البلبلة ديت على طول الوقت وبيدي فترة للتنبؤ بتاعه ما بين ايام كذا عشان يعيش الناس في رعب وبلبلة مستمرة. طب دكتور طه، دلوقتي في ناس كتير جدا متوجهين، طبعا احنا في وقت الصيف، متوجهين لأي وجهة سياحية على البحر المتوسط، فعايزين نطمن الناس برضو يا دكتور ونقول للناس يعني يروحوا هم مطمنين وان مفيش أي خطر. يعني الوضع طبيعي للغاية، الزلازل اللي بتحصل ده معدل طبيعي في كل أنحاء الكرة الأرضية، وده وضع طبيعي للأرض، ده تحركات الواح تكتونية، دايما التحرك بيحصل في زلزال، بيحصل في رعشات، ما هو الزلزال عبارة عن موجات نتيجة تحركات الألواح التكتونية دي، فدي موجودة. بس احنا بالنسبة للعالم كله احنا اقل من المتوسط بكتير، يعني مش هتوصل لاي خطر، يعني ده اللي احنا نقدر نأكده. مفيش اي خطورة، ولو في خطورة على طول احنا هنكون اول جهة على مستوى الجمهورية بتتصل على طول بالسادة المحافظين وغرفة العمليات في مجلس الوزراء وغرفة العمليات في العاصمة، وعلى طول بننبه السادة المسؤولين ان في خطورة في ساعتها وفي اللحظة. احنا عندنا رصد اقمار صناعية لاي تحرك ولو ملي، ولو جزء من ملي للقشرة الارضية، بالاضافة الى رصد الزلازل على مستوى جمهورية مصر العربية قاطبة من شرقها لغربها، المحطات متوزعة، بالإضافة إلى ربطنا بالمحطات الدولية، يعني احنا بنوصل على مستوى العالم. فمن الطبيعي جدا ان احنا المواطنين بيكون نصب أعيننا، يعني أي مخاطر على المواطنين عندنا من هيتم أي الإعلان عنها بشكل رسمي وبشكل واضح للناس. حتى احنا عندنا شغل 24 ساعة مستمر، 24 ساعة نبطشيات مستمرة من السادة المتخصصين. فعلا يا دكتور، ويعني أضم صوتي لصوت حضرتك ونطمن الناس كلها اللي عايز يسافر أي وجهة سياحية على البحر المتوسط. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور توفيق رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.